مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى موعد النشره الجويه لظاهره الجمعه باذن الله. الاجواء حتستقر تقريبا كل المدن الشماليه، ولكن في اعتماد تشكيل ضباب ان شاء الله في اواخر النهار بالنسبه للمناطق الداخليه الغربيه وحتى الوسطى. درجه الحراره القصوى هي الاخرى تبقى نقول جد لطيفه بالنسبه للفصل، فصل الشتاء. فعلا ننتظر حراره ما بين 19 درجه و 22 درجه على معظم الولايات الشماليه الساحليه وحتى بمرتفعات بجنوب الجزائر. 24 درجه حنسجلوها بعين صالح اي بواسطه 29 درجه بتندوف، 20 درجه بعين ميناس، و 23 درجه بعين قزام. خلال الليله القادمه ان شاء الله اذا قلت ضباب مرتقب اثناء الليل ان شاء الله راح يميز المدن الشماليه، وفي احتمال ايضا عبور بعض السحب ولكن بدون فعاليه قرب السواحل الغربيه والسواحل الشرقيه. ليله هادئه سما صافيه تماما اثناء الليل مرتقبه بالجنوب الجزائري. درجات الحرارة الدنيا أثناء الليل تبقى منخفضة نوعا ما. فعلا أثناء الليل راح نسجلوا مقاييس ما بين 6 درجات و 14 درجة على معظم الولايات الشمالية، يعني بذلك الساحلية وحتى بمرتفعات. نفس المقياس 14 درجة راح نسجلوها بمدينة عين صالح، 9 درجات ببشار، 7 درجات بجانت، و 13 درجة بعين قزام، أي بأقصى جنوب الجزائري. الملاحة والصيد البحري خواني الصيادين نبقى دائما سجل الهبوب اللي ضعيفة نوعا ما تقريبا طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة، رؤية جيدة. هذا راجع إلى تمركز مرتفع جو بالنسبة لحوض البحر المتوسط. إذا المشاهدين الكرام نختم هذه النشرة الجوية كالمعتاد بالمعلومات الفلكية، التوقيت نسب كالعادة العاصمة وضواحيها. إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة، أقول لكم نهاية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله ومريحة للجميع أيضا. نشكركم على المتابعة وابقوا معنا وقت ممتع مع بقية البرامج على الاقتصادية الأولى. سلام.